بالنسبة للمعادلة وآلية اللي هو الحساب، تعلمنا قلنا احنا لما انا اعطيكم تخفيض نقول مثلا 1/10، معناته هذا التخفيف قلنا 1 بارت من السامبل حيكون يعني نقول عنه اس، ماشي، زائد بيكون معاه 9 بارت، هذا من الديليون الديل. لقيت 1 بارت مع 9 بارت، هل انا بتكلم عن 1 بارت؟ ما بقولش انا 1 بارت انه انا بدي اخذ 1 ملي، بتكلمش عن 1 ملي، انا حر اخذ الحجم اللي بدي اياه، بتكلمش عن حجم، بتكلم عن كمية. اذا انا اخذت 1 عقباله بده يكون 9 اضعافه، هيك معنى بارت. لما اقول بارت يعني قده 9 مرات. عشان هيك لما اقول والله بدي اخذ واحد مايكرون، نعتبر افتراضا رقم حسابي بس 1 مايكرون، حناخذ قلت الواحد مايكرون اللي هان اللي اخذته انا، هذا 1 مايكرومتر، لتر، ماشي، اخذنا 1 مايكرو لتر. هان عقبال ايش بده يكون؟ بده يكون 1 في 9، حيطلع معايا رقم 1 في 9، فهان هو حيطلع 9، مش حيتغير الرقم عندي، حيطلع 9، هان 9 مايكرون مش بارت، 9 مايكرون مش بارت، 9 مايكرو لتر. لو قلت بدي اخذ انا 3، ايش بده يكون عقباله هنا؟ هنا لما نقول بناخذ 1، مش بقصد اني انا باخذ 1، هنا بقول 1 بارت مع 9 بارت، مش معنى الكلام انا بدي اخذ 1 مايكرو ولا 1 ملي. هذه بارت، يعني 1 يعني مقصود فيه هاخذ جزء من السامبل، عقباله قديش بدي اخذ من الديليون عشان احصل على التخفيف الواحد على 10. هاي اسهل طريقه ممكن اوصل لكم الفكره اللي احنا بنشتغل عليها. فلما انا اجي اقول والله بدي بعد ما ناخذ نحدد الرقم اللي احنا اخذناه، مثلا اخذنا 1 لـ 9، 1 مايكرون، 1 مايكرو لتر مع 9، هنا معناته اخذنا 1/1 زائد 9، فكان هذا الحجم اللي انا لقته من العينه، فبيطلع 1/10 جاهز. هذا الاشي السهل المباشر، بس عشان نوصل فكره اللي هو القانون تاع الديلوشن. لكن لما انا بدي اخذ زي ما قلنا، لو بدي اخذ انا 1 بدل 1 اخذنا 2، بدل 1 انا اخذت 2، قديش عقبالها بده يكون ديلي 1؟ بده يكون عقبالها ديلي 1 معاها، يعني بدي اخذ معها ديلي 1 2 في 9. 2 في 9، ليش قلنا 2 في 9؟ قلنا هنا الديلي 1 بيكون قد اللي بدي اخذه من السامبل 9 مرات، فيعني مضاعفاته، فحضره ب 2 في 9، قديش 2 في 9؟ 18 باختصار، حكون 2 في 9 18، لقيت 2 في 9 18، بيطلع عندنا يعني حناخذ 2 مثلا، لقيت 2 هذه اللي بدي اخذها انا، بدي اخذ برضه نقول عنها بالمايكرو، ماشي، بس مجرد ارقام حسابيه اليوم بدي افرجيكم انا. حناخذ 2 مايكرو من السامبل مع 18 مايكرو لتر من الديلي 1. لقيت 2 مع 18 بصير 20، صح؟ هذا التوتال فوليوم تبعي، حيكون عندي 2 على 20، صح ولا لا؟ لما نعوض في القانون تاع الديلوشن اللي هو حجم السامبل على التوتال فوليوم اللي انا حصلت عليه، 2 على 20، حيطلع معي برضه ال 2 حتروح مع ال 2، حيكون عندي هو بيطلع 1 برضه على 10. هذه كانت صورة التخفيف اللي هو بالطريقة السهلة العادية. واضح هذا الإشي؟ أنا بدي أعطيكم أمثلة لأرقام أكبر. إحنا لو أنا أقول بدي أعمل تخفيف في الأغلب مثلا 1/20، مع الجميع بدي أعمل تخفيف 1/20، كيف ممكن أنا أعمل هذا التخفيف؟ أو 1/50، إيش بدي أعمل؟ نفس اللي احنا عملناه، حناخد قديش حناخد من السامبل؟ 1 بارت، والباقي عش الكتاب بالماوس مش سهل. المهم هذه ار وهذه تي، حناخد اللي هو 1 بارت مع قديش انا عندي 19 بارت، حناخد 19 بارت من الديليون. تمام، 1 بارت مع 19 بارت، لقيت ال 1 بارت
انا مش محدد هو. فاحنا حكينا افترضنا افتراض قلنا اقل حجم اخذه من العينه، قلنا في السيرولوجي عندي 10 مايكرون اقل حجم ممكن اخذه 10 مايكرون، بس اللي مفضل الحجم اللي اخذه اللي هو 1 دروب، المفضل الحجم اللي ناخذه 1 دروب. 1 دروب في السيرولوجي او في الكيمياء نتكلم عن 50 مايكرون، 1 دروب بالمايكرو بايبت نتكلم عن 50 مايكرو. اذا 50 مايكرو بالمايكرو بايبت هذه عقبالها بده يكون 19 بارت، يعني 50 في كم؟ في 19. 50 في 19، 50 في 19 بيطلع عندي عقبالها بدي اخذ 950 مايكرو، بدي اخذ عقبالها 950 مايكرو. هيك بكون انا حققت قديش؟ اللي هو التخفيف 1 على 20. طيب لو انا بدي نكمل نعوض عنه في المعادلة، حناخذ 50 مايكرو لتر من الديلوانت، 50 مايكرو كل كلامنا بالمايكرو فيش ام ال مايكرو، حناخذ 50 مايكرون والديلوانت حناخذ منه قديش؟ 950. حنعوض عنهم في المعادلة 50 على اللي هو ال 50 زائد 950، هذول الاثنين مع بعض هيطلع معاي هو الحجم النهائي تبعهم اللي هو 50 على اللي هو 1000. الصفر مع الصفر هيروح، والخمسة مع المية هيطلع عندي 20، تصير 1 على 20. تمام، طلع اللي هو الحجم أو التخفيف اللي أنا بدي إياه في العينة. بس الملاحظة هنا اللي إحنا عملناه إنه أخذنا 50 مايكرون من السامبل والديلي وانت اخذنا منه قديش؟ 950 مايكرون، يعني قريب اللي هو 1 ملي، هذا من الديلي وانت. طبعا لقيت هذه الحجوم ما زالت يعني بسيطه تعد مش صعبه، فاهمين علي؟ يعني الحجم اللي انا اخذته مش كثير يعني غلب علي، او حجم العين يعني اخذ منه 50 مايكرون والديلي وانت اخذ منه 1 ملي، في الاغلب بفرقش معي في الكيمياء. لكن في السيرولوجي ممكن يكون الديليوانت عندي كله هيته مثلا 10 مللي، حجم كل الديليوانت 10 مللي، اذا انا في عينه واحده رحت اخذت منها تقريبا قريب الواحد مللي لعينه واحده. طب افرض انا كان عندي اكثر من عينه، طب افرض احتجت ديليوشن اكثر انا، كيف بدي يعني العينه لما خففتها ما طلعش نتيجه معي، لسه بدي اخففها كمان، ايش بدي اسوي؟ كل يعني بضل اخذ ديليوانت، ممكن يعني اخلص الديليوانت كله هيته على عينه واحده. تمام، هذا تكلمنا عنه المحاضرة اللي فاتت. قلنا في المحاضرة اللي فاتت لما تكون عندي أنا مطلوب عندي تخفيف كبير، مطلوب عندي تخفيف كبير سواء كان 1 على 20 أو أكثر، نقول مثلا زي 1 على 50 مع الجميع، 1 على 50 حنعمل نفس الآلية اللي احنا حكينا عنها قبل شوي، 1 بارت مع كم؟ مع حيكون 49 بارت. إذا ال 1 بارت أنا حر آخذ ال 1 بارت، إيش هو آخذه؟ أنا حر آخذ الأرقام هذه، إذا أخذت أنا من العينة 50 مايكرون ممكن آخذ 25، بدي آخذ 25 بس عشان أفرجيكم اختلاف الأرقام، يعني أنا مش مقيد برقم معين. هآخذ 25، لقيت ال 25 هذه أخذتها مايكرو من السامبل، قديش هآخذ عقبالها من الديليوان؟ هقول 25 مضروبة في مين؟ في 49، هنيجي هنضرب 25 ضرب 49 بيطلع معي بدي اخذ انا حوالي 1 اللي هو 1225، حناخذ 1225 من الديليون. طبعا كل هيته الكلام بالمايكرو ليتر، هذا حناخذه من الديليون. جيت هذا الحجم اللي انا اخذته حنعوض عنه في المعادله، هي عندي 25 على اللي هو ال 25 زائد ال 1225، 25 مع 25 يعني بتتكلم عن 1250. ليش كثر لو قسمناهم على بعض ال 25 على 1225 هذا بيطلع فيها 1، هنا بيطلع عندي نحسبها على الآلة ألف ومتين وخمسين
تقسيم اللي هو 25، يطلع عندي هنا 50، هو الحجم الديلوشن اللي انا مطلوب عندي. واضح كيف عملت الحساب؟ بس الملاحظة انه انا قديش اخذت من الديلي 1؟ اخذت منه 1000 اللي هو 1 ملي و250 مايكرو او 225 مايكرو اللي اخذناه هذا من الديلي 1. لقيت هذا الحجوم، هذا حجم كبير بالنسبة للديلي 1 اللي ناخذ منه هذا الحجم. وكل ما كان انا مثلا اخذت حجم اكبر من العينة كل من الديلي 1، يعني قللت حجم العينة. انا قلت انا بدي اخذ من العينة 100، انا 100 مايكرون بدي اخذ من العينة بدل 25 100 مايكرون، حقول والله 100 فيها كم؟ في ال 4 في ال 49، 100 في 49 قديش بيطلع؟ 490، لا عفوا 4000، 4900 بيطلع 4900. لاحظوا الفرق بالحجم، هذا من اللي بتاخده. انا بتكلم عن 4 مللي وشوي، انا بتكلم عن حجم 4 مللي وشوي، 4 حوالي قريب اللي هو 5 مل. طب انا قلت اخذت بس من العينه 100 مايكرون، فكل ما كان زاد كميه العينه اللي حاخذها حيزيد معها كميه الديلوانت اللي بدي اخذه. وهذا الشيء مش دائما بيكون عندي متاح. يعني اذا كان الديلوانت بتكلم عن ديستل ووتر او نورمال سلايف بتفرقش معي، لكن لما بتكلم عن ديلوانت يكون رياجنت محضر من الشركه بيكون كميته قليل كثير. هذا الريجن بيكون مثلا في الإلايزا مثلا بيكون بده يكفي 96 عينه، بتكلم عن 96 عينه. او مثلا طبعا هذا الكلام ممكن تكون العينه الواحده بدك تعملها سيريال ديلوشن انت وتوصل معك، طبعا يعني ممكن تاخذ حجم العينه عشان انت تقلل هذا الشيء، تعمل سيريال ديلوشن بحيث انه انت تحصل على التايتر تاعك المناسب. فمن هيك احنا عشان نقلل حجم العينه اللي بدنا ناخذه، حجم الديليون زي ما قلنا المحاضره اللي فاتت، بدنا نعمل نفس اللي احنا عملناها، بدل ما نعمله بون ستيب ديليوشن بدي اعمله بالسيريال ديليوشن. ونلاحظ كيف الفرق اختلف من هو من حجم اللي هو الديليون المستهلك. حجم العينه بدي اخذه انا زي ما هو ثابت، هخلي حجم العينه ثابت، بدي اشوف كيف حجم الديليون بده يتغير عندي ولا لا. ماشي، هنعمل سيريال ديليوشن من العينه ونشوف ايش بده يصير معي. اذا الحجم الديلوشن المطلوب مني قديش؟ 1/50. بدي اعمل 1/50 سيريال ديلوشن، عشان ان انتم ذاكرين سيريال ديلوشن كان هو عباره عن ارقام متشابهه متضاعفه. لو انا فكيت هذا ال 1/50 ايش بدي افكها؟ تكون عندي 1/10 مضروبه في 1/5، صح؟ بقدر افكها كمان، بقدر افكها كمان، هذه نفسها برضه بتساوي اللي عملناها كم مره، ما كانش الصوت واضح وما فتحناهوش. بالنسبه للعينه عندي انا الديلوشن سميناها هذا كومباوند سيريال ديلوشن، لانه فيها هنا رقم مختلف باقي السيريال الموجودين. فلما يكون في رقم مختلف في التيوب واحده مختلفه في التخفيف تبعها عن الباقي، معناته بنسميها هذا كومباوند سيريال ديلوشن، يعني مركب. كومباوند معناتها مركب، لانه في ديلوشن عادي بعدين بصير عندي سيريال. لقيت حاجه في الانابيب اللي انا بدي اجهزهم، بدي ابدا من التخفيف اللي عندي المفروض الاقل للاعلى، مش الاكثر للاقل، المهم مش حيفرق معي، بس بنشوف اليوم من ناحيه حسابيه. من ناحيه عمليه دائما بنبدا بالتخفيف الاعلى للاقل من ناحيه عمليه، بحيث انه ما يصيرش عندي اللي هو كونتامينيشن اثناء عمل السيريال ديلوشن. ماشي، فعندنا هنا بدا من النص مثلا، وبدنا ننتقل للي هو التيوبات اللي بعدها. هو في الاخر حيكون كل هيتو سيريال، فيش فيه مشكله، الارقام في الاخر حتتضارب مع بعضها البعض، بغض النظر بديت من اليمين للشمال او من الشمال لليمين، بديت من 1/2 او من 1/5، مش هم عندي لنفس العينه، مش حيفرق معي. تمام، نيجي للي هو النص اللي احنا اخذناها. النص اللي اخذناها زي ما قلنا بدنا نحضر اول تيوب، حناخذ منها 1 بارت مع 1 بارت من الديلوانت. ال 1 بارت من السامبل حيكون عندي هنا على الافتراض انه حناخذ 100 مايكرون. ماشي، حناخذ 100 مايكرون من السامبل. قديش عقبالها من الديلوانت؟ حيكون برضه 100 مايكرون. تمام، اللي بعد لقيتها هذا في اي وحده؟ في اول تيوب. انا لقيت السامبل عندي هنا، هذه هي العينه. ماشي، هنا عندنا العينه الموجوده عند هذا السامبل،
اخذنا منها 100 مايكرون زي ما احنا شفنا من السامبل، هذا كله حطيناه في اول تيوب، هاي اول تيوب حطينا فيها 100 مايكرون من السامبل. لقيت التيوب الثاني هذا كله بس 100 مايكرون من السامبل، الديلي 1 قديش حطيت فيها ديلي 1؟ حطينا ديلي 1 تهيئت كمان 100 مايكرون ديلي 1، حطينا عليها 100 ديلي 1. هذا ديلي 1 وهذا سامبل. لقيت 100 مع 100 صار قديش فيها التيوب؟ صار فيها 100 صارت 100 الديليوشن كيف بنحسب؟ 100 على 100 زائد 100 بيطلع عندي 200، 100 على 200 اللي هو بيطلع 1 على 2. تمام؟ السفينة مع السفينة بروح بضل 1 على 2. واضح حقيقة التخفيف في أول تيوب قديش؟ 1 على 2 اللي هو نص. التيوب اللي بعدها اللي هو رقم 2 اللي هي بيكون بدها التخفيف يكون فيها قديش؟ 1 على 5. 1 على 5 في التيوب نفسها. حناخذ هاي الواحد هاي اليوتيوب، حناخذ من هاي اليوتيوب بعد ما بعملهم ميكسينج مع بعض حناخذ منهم قديش؟ 100 مايكرون، ناخذ منهم 100 مايكرون ونكمل. طب الواحد على خمسه كيف تنعمل الواحد على خمسه؟ هذه هذه كيف تنعمل؟ قلنا 1 بارت مع حيكون عندي قديش؟ 1 مع 4 صح ولا لا؟ فاذا انا اخذت هنا 100 انا حيكون عندي 400 فعليا، انا ضربت الاربع في مين؟ في المية، فبيطلع عندي 400. فانا في تيوب 2 وتيوب 3 هدول التنتين زي بعض احط انا فيهم قديش من الديلوانت؟ عندي الدي حط فيهم 400 من الديلوانت. يعني الديلوانت اخذت منهم 400 400. قلت ضايل احط لهم من ايش؟ من العينه السابقه او المخففه اللي انا خففتها قبل، اخذت منها 100 مايكرون منها، اخذت منها 100 مايكرون بعد ما عملت ميكسينج. بعد الميكسينج اخذت منها 100 مايكرون، حطيتها بعدها بعمل كمان ميكسينج ميكس. تمام؟ في هذا اليوتيوب باخذ منها 100 مايكرون ثانيه وبضيفها لاخر اليوتيوب. لقيتها من ناحيه عشان تشوفوا من ناحيه حسابيه ال 100 مايكرون مع اللي هو الواحد على خمسه، الواحد على خمسه اللي احنا عملناه قلنا اخذنا 100 على 100 زائد 400 صح ولا لا؟ هيك عملنا. بيطلع مع بعض هذول 100 على 500 عشان كل يكون مرتاح، وهذا نفسه اللي هو الواحد على خمسة. تمام؟ هان صار عندنا التخفيف في كل تيوب، هنا واحد على اثنين، هنا واحد على خمسة، وهنا واحد على خمسة. قلت هذه عملية التخفيف اللي احنا حكينا عنها هنا ايش بنسميها؟ بنسميه compound serial dilution، بنسميه compound serial dilution. أنا واحد على خمسة وأنا واحد على خمسة. لقيت صار عندي هنا في التيوب الأولى واحد على اثنين، في التيوب الثاني واحد على خمسة، في التيوب الثالثة واحد على خمسة. لقيت التخفيف في كل تيوب واحد على خمسة، إيش معنى الكلام هنا؟ أنا هنا التيوب الأولى تخفيفها نص، التيوب هذا هو نفسه الفاينل ديلوشن والتيوب تخفيف في نفس التيوب، بالنسبة للتيوب واحد على اثنين اللي هو نص. وبالنسبة للعينة واحد برضه واحد على اثنين ما تغيرش شيء. لكن في التيوب الثانية اللي عملنا فيها تخفيف واحد على خمسة، التخفيف من ناحية عملية بالنسبة للعينة السامبل الأصلية اللي هنا صار التخفيف متضاعف. كيف يعني متضاعف؟ أنا خففت أخذت من العينة المخففة النص، أخذت منها وعملت منها التخفيف اللي هو واحد على خمسة. من ناحية عملية تضاعف عندي عملية التخفيف. عشان أحسب التخفيف النهائي اللي صار في تيوب اثنين هو عبارة عن حاصل ضرب الواحد على خمسة في الواحد على اثنين، التخفيف في نفس اليوتيوب اللي أنا بدي أحسب عندها ضرب التخفيف السابق اللي أنا أخذت منه. تمام؟ فلما أجي بدي أطبق هذا الكلام على من عندنا حنيجي هان بدي أعمل عملية حسابية نطبق الكلام اللي حكيناه. هي عندي الثلاث أنابيب، عندي واحد على اثنين،
تخفيف اليوتيوب هاي، وهان عندي 1/5، وهان عندي 1/5. لقيت الفاينل ديليوشن، هنا بدي ارسم له اللي هو اف دي، ماشي. الفاينل ديليوشن بدي احسبه، هذا الديليوشن لكل تيوب، هذا الديليوشن دي تي، كويس. هذا الديليوشن في كل تيوب. الفاينل ديليوشن دائما بحسبه لمين؟ حسب السامبل، حسب العين الاصلي، حسب السامبل، بناء قديش صار الديليوشن على السامبل. اول وحده زي ما هو، ما صارش في اي اختلاف، لانه العينه اخذنا منها واحد واخذنا من دينامو واحد وبس، ما اخذناش من شيء مخفف، هذا من العينه المركزه مباشره. الثاني اخذنا من هاي، اخذنا من النص المخففه وخففناه كمان مره، لقيت هذا التخفيف اللي خففناه في المره الثانيه 1/5، هذا التخفيف في اليوتيوب اللي انا عملتها. لكن بالنسبه للعينه الاصليه صار التخفيف مضاعف، عباره عن مجموع التخفيفين هذول. مجموع التخفيفين بيكونش جامع، يعني ما بقولش 1+1 او 5+2، بيكون عمليه ضرب، تمام؟ اشي متضاعف. حيكون في الثاني، هذا اليوتيوب الثاني اللي هنا، حيكون عندي التخفيف صار قد هذه 1، هي 2، نقول اليوتيوب 2، 3. تخفيف في اليوتيوب الثانية حيكون متضاعف زي ما قلنا، هو عبارة عن حاصل ضرب 1/5 ضرب 1/2 اللي هي السابقة. تمام، 1/5 ضرب 1/2، الواحد في الواحد حيطلع معايا 1، واثنين في 5 بيطلع معايا قديش؟ 10. لقيت التخفيف النهائي معنى الكلام في هذا اليوتيوب قديش صار عندي؟ 1/10. طيب الثالثة، اليوتيوب رقم 3، التخفيف في اليوتيوب رقم 3، تخفيف اليوتيوب رقم 3 اللي هنا قديش يكون عندي؟ نفس الآلية، التيوب رقم 3 اللي احنا هنا عندنا 3، حتكون هي الفاينل ديليوشن تبعها، الاف دي تبعها، عملناها نقاطع هيك، الاف دي تبعها هيكون عندي حاصل ضرب اللي هي النبوب اللي قبلها واللي قبلها، وهي 1/5، هذه 5 الرقم، 1/5 ضرب 1/5 التيوب اللي اخذنا منها 2، مش اخذنا منها 2 احنا، ضرب اللي هو 1/2، بيطلع معي اللي هو 5 × 5 25 × 2، بيطلع الرقم هنا، نكمل بيطلع معي هنا 1 × 1 كليته 1، الـ2 × 5 10، و5 × 10 50، بيطلع 1/50. فهيك انا حصلت على التخفيف النهائي تبعي قديش؟ 1/50، اللي انا اخذته من وين؟ من السام، من السام بالنسبه لمين؟ للسام. هذا الفاينل ديليوشن هو الديليوشن المطلوب الحصول عليه. فعملناه احنا زي ما قلنا بطريقه اللي هو عندنا سيريال ديليوشن او كومباوند سيريال ديليوشن، بعد ما اخذنا اللي هو الحجوم اللي اخذناها من العينات زي ما احنا شفنا قبل شويه، اخذنا قديش من العينه؟ بس 100 مايكرون واحده نفس الحجم، لكن قديش اخذت من الديليوانت انا؟ هي 100 و400، و400 قديش بيكون؟ هي 800، و100 هي 900. يعني الحجم اللي انا استخدمته من الديلوانت في كل الانابيب عندي من الديلوانت اخذت دي كل الحجم اللي اخذتها حوالي 900 مايكرون. بالنسبه والسام قديش اخذنا منها؟ 100 مايكرون. هذا الحجم اللي انا استخدمته في كل الانابيب معايا. لو انا بدي اخذ هذا نفس هذا الحجم بدي اخذه زي ما انتم شايفين، طلع قديش اخذنا؟ وفرنا في حجم الديلوانت كميه كبيره بالمقارنه. عملنا هنا 1/50 بالسيريال الديلوشن مع اللي هو 1/50 اللي عملناها قبل، قديش اخذنا عشان نعمل 1/50؟ انا من هنا 1/50 هي طلعوا معي لما اخذنا 25 مايكرون. لما اخذنا 100 زي ما احنا اخذنا قبل شوي، اخذنا 100 مايكرون من العينه، قديش اخذنا عقبالها؟ 4 ملي و900 مايكرون، اخذنا 4 مل 900 مايكرون من الديلوان. لكن لما عملنا سيريال ديلوشن قديش اخذنا مع ال 100 ملي؟ 900 مايكرون، وفرنا 4 مل. فاهمين متخيلين انتم الفرق الكبير كيف؟ فانا عمليه اللي هو السيريال ديلوشن او كومباوند سيريال ديلوشن
بنلجأ لها عشان نحصل على التخفيف المطلوب أول حاجة، وبيكون هذا يعني أول حاجة لإلها، نحصل على التخفيف المطلوب بأقل الكميات المستخدمة من المواد المستهلكة من الديلويت. مفهوم هذا الكلام؟ طبعا هو سير الديلوشن مش بس عشان هاي الشغلة، بهمنا كمان لتحديد قلنا عنه الانتي بادي تايتر. في حال طلعت العينة عندي بوزيتيف، لما تطلع عندي العينات طلعت عندي العينة بوزيتيف، لما تطلع عندي العينة بوزيتيف معناته الكلام ايش العينة البوزيتيف؟ لما احنا نعمل مثلا احد الفحوصات، اجي انا اعمل الفحص ويطلع عندي في عندي اجلوتينيشن، في عندي تخثر، اجي اعمل الفحص هكون عندي دائرة هان دائرة هنا دائرة هنا. حطيت العينة هي دروب من السيرة، حطيت دروب تانية من الريجن، خلي الريجن حطيت دروب تاني من الريجن، بنعملهم ميكس مع بعضهم، نخلطهم مع بعض اثنين مع بعض، حينخلطه بعد ما نخلطهم حيظهر معي اللي هو الاجلوتين، بيظهر معي ممكن يكون عندي اجلوتينيشن، يمكن بورمون تاني هاي زي هيك. بعد ما حطينا لقيت حط الريجنت انا بكون الريجنت لونه ابيض، حطينا اللي هو السامبل تاعتنا، بعد ما حطينا السامبل، السامبل بنشوف فيها نوع من انواع البروتينات بنسميه سي ار بي، ومن البروتينات تطلع في كردات فعل مناعيه بسموها الاكيوت فيز بروتين، حنيجي له المحاضره الجاي. هذه البروتينات تنتج عن نتيجه كانت زمان بالتقط بسمي سي ار بي حسب نوع من البكتيريا، ظهرت او سميت على اسمه حسب الانتيجين المحفز لظهور هذه البروتينات. بس بعد هيك لقوها انها بتطلع في كل الالتهابات او كردات فعل مناعيه من الجسم، تطلع ضد اي التهاب، علامه من علامات الالتهاب نسبه هذه البروتينات عندنا بالجسم. فهذه البروتينات اللي هو وجودها بالجسم نكشف عنه باستخدام لاتكس بارتكل، اجسام لاتكس اللي بالصوره هاي، وهذه اللاتكس بارتكل بتكون مغطيه بالاجسام المضاده، عليها اجسام مضاده اللي هي الانتي بادي. اذا الانتي بادي هذا بدور على مين؟ على الانتيجين. مين هو الانتيجين عندنا؟ السي ار بي، هو السي رياكتيف بروتين. هذا البروتين لما يكون موجود في العينه، اذا كان موجود حيطلع معي تخثر، مش موجود حيطلع معي ما فيش اجلوتينيشن زي ما احنا شايفين وهذا الصورتين هذول، بظل السائل زي هيك هوموجينس، ما فيش اي تخثر او تكتل موجود في داخل الول. طبعا هذا الكلام بشوفه مع التحريك، مع التحريك تمام. هلاحظ هذا التخثر، اذا ظهر عندي هذا التخثر معناته المريض عنده سي ار بي او سي ار بي بوزيتيف، عنده سي رياكتيف بروتين. هي في بعض الحالات بيلزمني لازم احدد قديش اللي هو تركيزه عنده، بدي احدد تركيز السي ار بي عنده، كيف بنحدده؟ بنحدده بالسيريال ديليوشن، بنحدده بالسيريال ديليوشن، بناخذ منها من عينته الاصليه بنعمل منها تخفيف، في الاغلب بيكون تخفيف واحد لواحد، يعني واحد على اثنين وبعدين يصير ويتضاعف يتكرر كسيريال ديليوشن، بيكون متضاعفات اللي هو الواحد على اثنين تمام؟ بيكون مضاعفات الواحد على اثنين، يعني بنعمله في على ست انابيب او ست مرات، واحد على اثنين اللي بعده بده يكون واحد على اربعه، اللي بعده بده يكون واحد مضاعفات الواحد على اثنين، كل ليته هلاحظ انه مضاعفات الواحد على اثنين، هيكون عندي واحد على ثمانيه، واللي بعده بده يكون عندي واحد على 16، بعد واحد على 32، وبعدها واحد على 64. لقيت هذا لا في الاغلب يعني هيك احنا الديلوشن او سير الديلوشن اللي بنعمله، ممكن نعمله بطريقتين، ممكن نعمله على الشريحه مباشر على السلايد نفسها، بيكون في عندي زي هذا البليت بيكون عندي فيه منه اكبر، بيكون في عندي ست اماكن بنعمل فيها مجهز مش بس ثلاثة، فبحط دروب من السامبل مع دروب من الديليوانت وبمكسهم مع بعضهم، بعدين باخذ من هاي الدروب، بكون حاطط دروب من الديليوانت باخذ منها دروب من اللي قبلها بمكسهم مع بعض،
بعد هيك بكون هلا برضه حاطين دروب من الديليوانت، كلهم فيهم دروب من الديليوانت نفس الدروب، دروب يعني 50 مايكرون. بعد باخذ من هذه 50 مايكرون من اللي قبلها ومنكسهم مع بعض ميكس، بعدين باخذ منها 1 دروب بحطها على اللي بعدها، بعمل ميكسينج بيناتهم، بعدين كمان منها بعد ما عملت ميكس باخذ منها دروب بحطها على اللي بعد، بعدها ميكسينج باخذ منها دروب ثاني بحطها على اللي بعدها. طبعا كل هذا بال 50 مايكرون نعملهم ميكسينج مع بعض. اخر وحده اللي من العينات صار فيها، لاحظوا احنا كان هنا في عندي قديش 50 مايكرون، 50 مع 50 كان صار 100، بس حاولت اخذت منها 50 مايكرون انا هنا. اخذت من هذه 50 مايكرون ونقلتها للي بعدها، قديش ضل من هاي؟ يعني اولها كان فيها 50، كان اولها فيها انا 50 زائد 50 من الديليوانت صار فيها 100. طب بعدين عودت اخذت منها كمان مره 50 واعطيتها للي بعدها، ظل بس فيها 50، فكلهم فيهم حاليا 50 50 50 ما عدا اخر وحده صار فيها 100. فاخر هذا عشان بدي احط الريجنت والتفاعل بيصير مباشر عليهم، ممنوع تظل هذه 100. يعني لقيت انا بدي احط من الريجنت نفس الشيء، حط 1 دروب من الريجنت 50 مايكرون، حط من الريجنت المتفاعله 50 مايكرون عشان الرياكشن اخذ واخذ نفس النتيجه كليتهم نفس التاثير. اخر 50 مايكرون انا حطيتها هذه لازم اخذ منها 50 واتخلص منها، مفهوم؟ اخر واحده من المتفاعله في اخر وله اخر 50 مايكرون لازم اتخلص منها. هنا السبب اني خلصت منها لانه انا الرياكشن بده يصير بس على 50 زي البقيات عشان اقارنهم مع بعض، عشان اشوف التخثر واشوف درجه التخثر اقارنه كليته مع بعضه. لو كانت هذه 100 حطيت من الريجنت بس 50 عليها، هتصير 50 مع 100 بتكون كانه متخفف، فالنتيجه حتكون ممكن تكون عندي فولس نيجاتيف، يعني تكون نتيجه نيجاتيف ما يصيرش اجلوتينيشن بسبب التخفيف اللي صار. فهذا الشيء مش حابين احنا يكون معانا في العملي، لازم عشان نقارن النتائج بالسيريال ديليوشن انه يكون الحجم اللي اخذته من الماده اللي بدي افعلها مع الريجنت يكون متساوي، مفهوم؟ لما نيجي نعمل فحص بعد نطلع معي بوزيتيف لازم اعمل له سيريال ديليوشن. بعمل سيريال ديليوشن قلنا بطريقتين، يا اما بعمل على سلايد مباشر بالصوره اللي احنا شفناها هان، او بعمله في تيوبات، او بعمل في تيوبات. طبعا السلايد مباشر هي اسهل ويعني واسرع، بس ممكن اعمل برضه في تيوبات نفس ما ذكرنا سابقا، بس الحجوم اللي حاخدها حاخد حجوم اكبر من اللي انا بحكي فيه. هنحضر 6 انابيب، هاي عندي 1 و2 و3 و4 وهي 5 وهذه هي 6. لقيت كل واحدة منهم حتكون فيها من ناحية عملية 1 على 2، هنا حيكون برضو واحد كلهم فيهم في السيريال ديليوشن 1 على 2 معاي الجميع، 1 على 2 1 على 2 حنعمل، وانا 1 على 2 بس الفاينل ديليوشن فيهم مختلف. هنا الفاينل هنا الاولى زي ما هو الفاينل ديليوشن 1 على 2، التخفيف الثاني بده يكون 1 على 4، الثالثه مضاعفات الاثنين كلها هي يعني اس ا، هذه كان زي كان انا عملت اللي قبل هذه فاينل ديليوشن اس 2، كان هنا حيصير كانه اس 3، حيكون هذه 1 على 2 مضاعفات يعني ناتجه عن 2 في 2 في 2 اللي قبلها، ماشي؟ يعني 2 في 4 8، هي 8. اللي بعدها 2 في 8 قديش؟ 16. 2 في 16 1 على 32، 2 في 32 1 على هو 64. هذا الفاينل ديليوشن في كل وحده من الانابيب اللي انا حصلت عليهم. لكن كل تيوب بدي اعمل فيها ديليوشن قديش بدي اعمل فيها؟ 1 على 2، هذا سيريال ديليوشن، تيبيكال سيريال ديليوشن. يعني الحجم اللي بدي اخذه من السامبل باخذه مره واحده، وبعد هيك نفس الحجم بدي اخذه من التيوب لتيوب للتيوب اللي بعدها. يعني افترضنا احنا هنا اخذنا
استخدم اليوتيوب اللي قبل هانا السامبل اللي هي نقول عن الصفرة اللي هانا موجودة، أخذنا منها قديش؟ بدنا نأخذ من السامبل 100 مايكرو، حنأخذ من السامبل قديش؟ 100 مايكرو. قديش بدي أخذ من الديليوانت؟ قديش بدي أخذ من الديليوانت؟ حنأخذ زيها، لأنه هنا قلنا 1/2 يعني 1 بارت، هنا 1 بارت من الديليوانت و 1 بارت من السامبل قد بعض، فيعني أخذت 100 حقبال حد يكون 100، حنأخذ من الديليوانت 100 مايكرو، يعني 100 من الدي. تمام. بنكمل بعدها. طب اخذت 100 مايكرو من الديلوانت، قديش بدي اخذ لها بعد هيك؟ قلت في كل الانابيب اللي اخذتهم في 2، يعني 100 اللي انا حطيتها انا بدي اكمل فيها للباقيين، بدي احط فيهم كليتهم 100 مايكرو من الديلوانت. ميت مايكرون ديليون كل هيتون فيه 100 مايكرون ديليون. هجيت بيضل علي ايش؟ بيضل علي قديش بدي اخذ من السامبل من العينة، قلنا اخذنا 100 مع كل واحدة 100، هجيت انا حطيت 100 عليها، بعمل ميكس، بعد ما عملت ميكس بدي اخذ منها 100 واحطها في تيوب 2، وكذلك ميكس لازم يكون في ميكس. بعد ما عملت ميكسينج باخذ منها 100 مايكرون، خلي لونها لون ثاني هذا احسن، خلي لون ازرق. هناخذ منها 100 مايكرون ونعملها ميكسينج مع التيوب الثانيه، وكذلك نفس الشيء للي بعدها 100، هناخذ من التيوب 3 100 ونحطها في تيوب 4، بعد هيك هناخذ من التيوب 4 100 مايكرون برضه. بعد ما عملنا ميكسينج دير بالكم اهم شيء ميكسينج، وبنغير التبس بين التيوب والتيوب، يعني لما اعمل من اخذ من السامبل واحط في تيوب واحد بعمل ميكس وبغير التبس، من واحد لاثنين بعمل ميكس وبغير التبس. تمام. من اثنين لثلاثه اخذت، من اثنين حطيت في ثلاثه بعمل ميكسينج وبرمي التبس بتاعت اللي حطيتها في ثلاثه، بجيب واحده جديده باخذ من الثلاثه 100 مايكرون بحطها في بعمل ميكس وبغيرها وبرميها، وزي كذا كل واحد من التيوبات، يعني كل تيوب بدي استخدم معها تبس جديده. بعد ما خلصت حطينا في خمسه عملت ميكسنج ورميتها المايكرو تبس، بدي اخذ تبس جديده واخذ من خمسه واحط وين؟ في سته. واضح هذا الشيء؟ اذا في سته في كل واحده من الانابيب صار فيها اللي هو التخفيف عندي 1/2، لقيت في اخر واحده من الانابيب 100 مع 100 قديش؟ كان 200 صح؟ من ناحية عملية أنا أخذت عودت كمية منهم، فصارت العينة الحجم العينة اللي فيها 100. آخر واحدة قديش صار فيها؟ هي الوحيدة اللي ظلت عندي 200. لما أعمل تيوبات، لما أعمل سيد ديليوشن في تيوبات، آخر تيوب بلزمنيش أتخلص من 100 تاعتها. آخر تيوب يعني الديليوشن هنا هذه ظل فيها هذه 200، بديش آخذ منها 100 وأرميها برا، بلزمنيش. ليش بلزمنيش؟ لان الرياكشن اللي انا بدي اعمله مش حيكون في هذه التيوب، الرياكشن اللي انا هعمله مش حيكون في هذه التيوب اللي انا بشتغل فيها. من كل تيوب انا حضرتها حيكون عندي 6 خانات عملهم ليبلنج حسب اللي انا اشتغلته، حيكون هنا اصلا مرقمات 1 ل 2 لحد 6. هاخذ تيوب واحد هنا دروب 50 مايكرون، وهناخذ من الرياجنت عقبالها 50 مايكرون، بنعمل هذا الحال. طبعا من التيوب الثانيه من 2 حناخذ برضه دروب، ومن 3 تيوب 3 حناخذ منها دروب، وتيوب 4 حناخذ كل واحده منهم دروب 50 مايكرون. دروب يعني 50 مايكرون، ما اقول دروب يعني 50 مايكرون، وبعدها حناخذ لهم من الريجنت 50 مايكرون كل واحده من الريجنت، ونعملهم ميكسينج ونشوف النتيجه تبعتي. بيطلع عندي تخثر زي هيك زي ما في الصورة هاي ولا لا؟ إذا كان في تخثر زي بوزيتيف، إذا كان فيش تخثر بتكون عندي نيجاتيف. واضح؟ لقيت هذه العملية اللي احنا عملناها، هذا سيريال ديلوشن، عملنا هي سيريال ديلوشن هنا، عملنا التخفيف، بس الرياكشن زي ما قلنا ما صارش في التيوبات، عملناه برا،
في على السلايد عشان نشوف النتيجه بتاعتنا بوزيتيف او نيجاتيف. بعد ما شفنا النتيجه بوزيتيف او نيجاتيف، التايتر زي ما عرفناه سابقا قلنا التايتر هو اعلى تخفيف بيعطيني بوزيتيف، واللي بعده بده يكون عندي ايش؟ نيجاتيف. فافترضنا احنا لقيتها الارقام اللي احنا عملناهم سابقا، هذه كان تخفيفها 1 على 2 الفاينل ديلوشن تبعها، نتكلم على الفاينل، هذه 1 على 4، هذه 1 على 4 في 2 8، وهذه 1 على 16، وهذه 1 على 32، وهذه 1 على 64. لقيتها لو افترضنا انه الرياكشن طلع معاي بوزيتيف، ظل كل هيك انا بوزيتيف في التيوب الاولانيه، بعد طلع معي بوزيتيف، انا بوزيتيف يعني في تخثر، انا بوزيتيف في تخثر، هان في بوزيتيف، واللي بعد صار يطلع معاي نيجاتيف رياكشن، نيجاتيف مكتوبها نيجاتيف، صار يطلع معاي نيجاتيف، انا بعدين صار يطلع معاي طبعا نيجاتيف رياكشن. وين التايتر بده يكون عندي هنا؟ قلنا التايتر هو اعلى تخفيف بيعطيني بوزيتيف رياكشن، التايتر هو اعلى اللي هو يعني بيمثل التركيز عندي، هو اعلى تخفيف بيعطي بوزيتيف رياكشن، معكوس التخفيف تبعه هو اللي بيكون عندي التايتر. وين اعلى تخفيف اعطاني بوزيتيف رياكشن؟ اللي هو 1 على 16. طب 1 على 8 اعطى بوزيتيف رياكشن؟ لا، بس هو مش اعلى تخفيف، اللي اعلى منه تخفيفا اللي هو 1 على 16 اللي هو بالنسبه للعينه الاصليه. فالتايتر عندي بيكون 16، التايتر بنسميها انا عندي ايش؟ 16، لانه هو اعلى تخفيف اعطاني بوزيتيف رياكشن. لو انه لو صار البوزيتيف رياكشن عندي 32 بكون التايتر 32، لو كان عندي الاربعه يعني اخر وحده بوزيتيف اعطتني والكل اعطاني نيجاتيف بعدها بكون عندي التايتر هو 4. او حددنا اليوم كيف بنعمل اللي هو التايتر، وحكينا انه عمليه التايتريشن ممكن تكون الهدف منها للعينات بس اللي هو البوزيتيف، ما بنعملش للعينات النيجاتيف، خلص النيجاتيف نيجاتيف. قلنا عمليه التايتريشن هذه بتهمني بشكل كبير في الحالات البوزيتيف، وكذلك ممكن نعملها لبعض الحالات اللي بيكون عندهم اعراض ويطلع معاي الفحص نيجاتيف، يعني حاله طلع عندي الاعراض تبعته وطلع معاي الفحص تبعه نيجاتيف، في الحاله هذه بشك فيه انا انه ممكن يكون عندي فولس نيجاتيف. طب ايش سبب الفولس نيجاتيف؟ في حاجه تعلمناها سابقا سميناها احنا قلنا عنها اللي هي البروزون والبوزون، قلنا عن في عندنا حاجه اسمها البروزون والبوزون. لما يكون عندي تركيز الانتيجين والانتيبادي متغير، يعني تركيز الانتيبادي تايتر اعلى بكثير من تركيز الماده اللي هو الانتيجين اللي بدي افحصها، ممكن يطلع عندي بروزون، ممكن يطلع عندي ايش؟ بروزون، يبقى يبين معي الفحص نيجاتيف ولكن هو مش نيجاتيف، يعني الشخص المريض عنده الاعراض، بقول عنده حميه وعنده لوز وورمات معي، او عنده اعراض التهابات مبين الالتهاب عنده بالجلد او في بطنه، في عنده مغص. ما ينفعش اقول انا طلع معي الفحص نيجاتيف في الحاله هذه بين قوسين، لازم اكون انا عملت له عشان اكد النيجاتيف تبعي اكون عملت له ديليوشن، اقل ما فيها تيوبين ديليوشن، او يعني 1 على 2 او 1 على 5 او 1 على 10، احس انه اقول والله انه فعلا هذا المريض او الحاله هذه فعلا هو نيجاتيف، لانه ممكن يكون عندي فولس نيجاتيف. السبب تبع الفولس نيجاتيف هنا اللي يكون عندي اللي هو حاجه نسميه احنا البروزون اذا كنت بدور على انتيجينات، او بوزون اذا كنت انا بدور على مين؟ على اجسام مضاده. تمام؟ يعني ممكن يكون عندي يا بروزون يا بوزون على حسب الشيء اللي بدور عليه. هذا الكلام حنتكلم عنه يعني ان شاء الله المحاضره الجايه بشكل اكبر، بس حبينا ننوه انه ايش الهدف من عمليه استخداماتنا للسيريال ديليوشن او الديليوشن بشكل عام، وليش بيلزمني انا بماده السيرولوجي؟ بيلزمني بشكل اساسي لتحديد الكميات واستخدام اقل كميه من السامبل ومن الديليون، استخدم اقل كميه من السامبل ومن الديليون. اليوم فرجي لكم بمثال عملي كيف اللي هو اختلاف الحجم، اخذنا والله قلنا ان هنا بنعمل هو 1 على 50 بون ستيب، لاحظوا اخذنا قديش، قلنا بدنا ناخذ من العينه 100 مايكرون، اخذنا عقبالها 4 مللي و900 مايكرون من الديليون. طب لو انا عملته سيريال ديلوشن، فرجيناك كيف عملناه سيريال ديلوشن، قديش طلع معي حجم العينه اللي بدي اخذه؟ طلع معي باخذ 100 لكل 900 ديليون مايكرون طبعا.
900 من الديليوانت مايكرون و100 مايكرون من السامبل. لاحظوا الفرق قديش من الديليوانت، كان هناك 4 ملي مع 900 يعني حوالي بتتكلم عن 5 ملي من الديليوانت، هنا لا اخذنا منها بدل ال 900 بدل 5 ملي اخذنا منه 900 مايكرون. فهذا الشيء يعني مهم جدا في شغلي في داخل المعمل للمحافظة على المواد والمحافظة على العينة. ليش انا بدي احافظ على المواد والعينه؟ مش دائما بكون عندي الديلوانت كميات كبيره وسهل ان اجيبه معاي. شغله ثانيه، حجم العينه مش بكون الا دائما فحص واحد، الاغلب لما بيطلبوا سيرولوجي فين بيطلبوا معه سي ار بي وازوت وبيطلبوا معه ار اتش ريماتويد فاكتور، فبطلب اكثر من فحص سيرولوجي في نفس الوقت لنفس العينه، والعينه بتاعت السيرولوجي بتجيني بعد عينه الكيمياء، يعني بيجي فحص سيرولوجي بعد ما يخلصوا فحص الكيمياء لها ببعتوها لقسم السيرولوجي. فهنا العينة هذه اللي بتكون اشتغل عليها كيمياء بتكون كمية البلازما اللي ضايلة فيها أو السيرم بتكون قليلة جدا، تمام؟ عشان هيك بكونش عندي أنا متاح إن والله أستخدم حجمات أحجام كبيرة من العينة بحيث إن أشتغل عليها، فلازم أنا أستغل حجم العينة وآخذ أقل حجم ممكن بحيث إنه أنا لو أنا بدي أعيد النتيجة أو أعيد الفحص أقدر أعيد. يعني لما يطلع معاي لو أخذنا العينة من اول ما استلمت العينه واشتغلت عليها اخذت منها 100 مايكرون، طب هو العينه يمكن يدوب ضايل 100 مايكرون ولسه ضايلها كمان فحصين، تمام؟ طب العينه طلعت في احد الفحوصات بوزيتيف، انا اخذت منها 100 مايكرون طلعت بوزيتيف، طب بعد ما طلعت بوزيتيف خلاص اسيبها؟ لا بديش اسيبها، بدي اعملها قلنا سيريال ديلوشن واحدد التايتر تبع العينه البوزيتيف، ما ينفعش اقول بوزيتيف وخلاص، لازم احدد له التايتر. طب اجيت ما فيش عينه كافيه اني اعمل ديلوشن، فيش اذا عملت له ديلوشن عملت من سيريال ديلوشن مش حيكفي للفحوصات الباقيه، حضطر اطلب عينه جديده، ومش دائما بقدر اطلب عينات جديده من المرضى حسب حاله المريض، ممكن يكون المريض اعطاني العينه وروح لسه بستنى النتيجه تاعته ياخذها بعد اسبوع زي ما بصير في الرعايه الاوليه في العيادات، فمش دائما متاح عندي اخذ عينه جديده. وعشان هيك احنا دائما في التعامل في داخل المختبر بنفضل ناخذ اقل كميه من العينه متاحه بتعطيني نتيجه مقبوله نقدر نعتمد عليها، فأقل كمية ممكن نأخذها في فحص السيرولوجي 50 مايكرون بالنسبة لشغلنا، أقل كمية قديش 50 مايكرون بالنسبة للشغل اللي هو بيعتمد على الأجلوتيشن تيست. في بعض الفحوصات لايزا أو غيره ممكن تكون حجوم أقل، لكن إحنا بشكل عام أقل كمية ممكن نأخذها اللي هو في السيرولوجي نتكلم عنها اللي هو 50 مايكرون اللي هي 1 دروب، أقل كمية اللي هو 50 مايكرون 1 دروب. واضح الاشي اللي بنشرح فيه ونحكي فيه يا بنات يا شباب؟ فيش مشكلة، اللي بيسألش اليوم او بفهمش اليوم المعلومات هذه حيظل عنده مشكلة وهاجس من موضوع اللي هو التخفيف والديلوشن. حنزل لكم واجب تاني اسئلة اكثر من سؤال واحد، يعني زي ملف بي دي اف او يعني وورد، وتحلوا الاسئلة هذه بحيث انكم تتدربوا وتسلموني اياها بعد هيك، ماشي؟